مرحبا واهلا فيكم معي بالقناة مرة تانية. وصفة اليوم حتكون كيك التفاح بالقرفة، كيك كتير طيب، روعة مع الشاي او القهوة، طريقته كتير سهلة. مثل العادة الوصفة بالتفصيل حتكون مكتوبة باسفل الفيديو بصندوق الوصف. رح بلش هلأ بعمل الخليط. في عندي هون بيضتين، ضفت عليهم شوية من الفانيلا السائلة ورح ابدأ اخلط كتير منيح لحد ما يتجانسوا مع بعض. مثل ما عم بتشوفوا عم بستعمل الخفاقة اليدوية لأنه كتير سهل، ما بده خفاقة كهربائية، بس طبعا إذا حابين تستعملوا الخفاقة الكهربائية فيكن تستعملوها، بتوفر عليكم شوية وقت. بخفق حوالي دقيقتين بهالشكل. بعد هيك رح أضيف السكر الأبيض وبكمل بخفق لحد ما حبيبات السكر هيك تبلش تدوب بالخليط، تدوب مع البيض يعني يبطل فيه حبيبات. كتير منيح. هلأ رح أضيف الزيت النباتي، بخلطه مع بقية المكونات، برجع بضيف الحليب السائل وكمان بكمل خفق. على جنب بوعاء تاني رح اخلط المكونات الجافة مع بعض. عندي طحين، بيكنج باودر ورش صغيرة من الملح، بحركهم بشكل بسيط. بعدين رح ضيف المكونات الجافة على خليط المواد السائلة وبحرك بشكل خفيف. طبعا مثل العادة بالجاتو او باي انواع الكيك ما ببالغ بخفق الطحين مع المواد السائلة، يعني بمجرد ما تشوفوا انه الطحين اختفى وانخلط صار الخليط متجانس بطل فيه كتل، خلص بتوقفوا تحريك لحتى الكيك يضل طري وخفيف. اخر شي رح ضيف تفاح مقطع مكعبات، طبعا كمان قشرته، رح اخلطه بهذا الشكل. وهيك خليط الكيك صار عندي جاهز. هلأ رح اعمل على جنب خليط من السكر الاسمر والقرفة. هيدا الخليط هو يلي رح اوضعه بين طبقات الكيك وعلى الوجه، هو مجرد سكر اسمر وقرفة. بتقدروا طبعا تضيفوا شوي من المكسرات مثلا جوز او هيك لوز مقطع صغير، بيطلع كمان كتير طيب. عندي هون صينية بتفوت على الفرن، مستطيل حجمه صغير، طبعا غلفتها بالورق الزبدة، حطيت عليها نص كمية خليط الكيك، بعدين نص كمية السكر الأسمر، بعدين كملت فوق النص الثاني من خليط الكيك وزعته بالتساوي أكيد. وآخر شي رح حط عليها أو بالأحرى رش خليط السكر والقرفة. هيدي الطبقة اللي من فوق بعد الخبز حتصير هيك مقرمشة وكتير طيبة، عن جد روعة روعة. بخبزه حوالي 45 ل 50 دقيقة على درجة حرارة 350 فهرنهايت يعني 180 سلسيوس، وبنطره ليبرد كليا قبل ما اقطعه، والا بيفرط معكم يعني، لانه لما يكون كتير سخن بيفرط. وشوفوا من جوا كيف هيك شكله، السكر مع القرفة دايبين دوبان، التفاح يعني ريحة القرفة بالبيت، ريحة الجاتو بالتفاح كتير طيبة عن جد. الجاتو كمان طالع كتير خفيف وطري سفنجي، روعة عن جد، بنصحكم تجربوه، كتير طيب مع فنجان شاي أو قهوة، عن جد روعة. فهيدي كانت وصفة اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك، تشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين، وتشوفوا بقية الفيديوهات. وأنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. مع ألف سلامة.